جنين، شعلة المقاومة التي لا تنطفئ في الضفة، وفخ الموت الذي يصطاد جنود الاحتلال. جيش الاحتلال أراد تحقيق الردع في جنين، فكانت المفاجأة والفضيحة معا. عمليات المقاومة في المدينة مكنتها من قتل ضابط صهيوني بلواء كفير وإصابة 17 آخرين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. في كمين محكم عند مدخل مخيم جنين استهدف آلية عسكرية مزودة بأحدث التكنولوجيات بعد اقتحامها مخيم جنين. تم تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار أكبر حجما من العبوة السابقة. نستطيع مشاهدة حجم هذه الفجوة والتي تصل إلى أكثر من متر في هذه النقطة. عمق هذا الانفجار الناجم عن عبوة محلية شديدة الانفجار التي نجم عنها 17 إصابة. قتل خلال هذه العملية جندي وهو قائد وحدة القناصة هنا في منطقة جنين. عملية خلقت معادلة جديدة خرج بها المخيم أقوى من ذي قبل، بينما انسحب جيش الاحتلال يجر وراءه أذيال الخيبة والهزيمة. كمين جنين لم يكن الأول، بل سبقته عمليات بطولية، كمائن محكمة وسيطرة أمنية على المخيم واشتباكات من مسافة الصفر مع تحقيق إصابات مباشرة. هكذا خاض مقاومو جنين من مختلف الفصائل الفلسطينية حربا بأسلحة صنعوها بأيديهم داخل المخيم لمواجهة جيش جعل من منازل وأحياء جنين وبنيتها التحتية هدفا له. خربوا شبكة الهاتف وخربوا شبكة الكهرباء وخربوا الشوارع وهدوا كثير من الدور والبنية التحتية مدمرة، يعني أصبحت الحياة صعبة جدا. جنين باتت صورة أخرى لغزة بصمود أهلها في وجه آلة القتل والدمار وببسالة مقاوميها. عبوات السرايا والكتائب والألوية كسرت هيبة الكيان وأربكت قادته.